لم تعد صورة العراق ترسم كالسابق بحضارته ونخيله، وإنما صار دخان التفجيرات فيه ودمار طرقاته الملونة بلون الدماء هي محتوى لوحة العراق الجديد. فلا يمر يوم إلا بانفجار أو عملية اغتيال أو حريق قد تشعله أصابع تتحرك وفق أجندات طائفية. ففي الوقت الذي لا تزال فيه أصداء الاشتباكات في شارع فلسطين جراء خطف عمال أتراك باقية في الشارع العراقي، تتواصل التفجيرات بين عبوة لاصقة وأخرى ناسفة في مشهد اعتاده المواطنون. كما أصبح مشهد الحرائق التي تطال مراكز تجارية ووزارية حساسة هو الآخر ضمن يوميات العراقيين، ليسجل على أنه ماس كهربائي كالعادة. وضمن خطط الدفاع والهجوم، رمى مجلس محافظة بغداد الكرة في ساحة قيادة عمليات بغداد، حيث اتهمها بالفشل والتخبط في إدارة الملف الأمني للعاصمة، وطالب بتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية ومشاركته في إدارته، فيما دعا إلى إخراج عمليات بغداد لمناطق حزام العاصمة. وفي محاولة أممية لتطويق الأزمة الأمنية في البلاد، أطلقت بعثة الأمم المتحدة في العراق عملية تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح القطاع الأمني في العاصمة، والمتضمن دعم الأجهزة الأمنية وتدريبهم للسيطرة على الوضع الداخلي. وبين تراشقات المسؤولين الأمنيين واتهامات بعضهم البعض بالفشل ومحاولات أممية لإيجاد حلول، يبقى المواطن العراقي في دائرة انتظار إصلاحات جديدة بالملف الأمني تدرج ضمن طابور انتظاره لتنفيذ باقي الإصلاحات.